شكون انا عباد الله؟ شكون انا؟ فيضان اللي خلنا النافذات والاعلام عم يحاول يطيح سروالي
أول مرة تكون عنده قيمة. سروالي اللي شامخ فوق الريوس، إيه سروالي اللي أنا شامخ فوق الريوس بعد ما كان بلاصتو غير في السلطة وتحت السلطة، دابا ولاو المتظاهرين كيحميوه، شي كيلوح بشي باش مرشي ما حدش يدو عليه. سروالي سروالي، البوليس خايف من سروالي، ما عرفتش علاش، ولكن باين عليهم حاجة غريبة عليها بغاو يطيحوه. سروالي فاش أبان لي كاع الناس عقلو فهمو، كاملهم شفتو سراولهم وبداو كيشيرو بسراولهم، إيه وتخلط العرام ما بين السراول، مبقيناش عارفين شكون حنا. حيت ليكارت ناسيونال كانت كطيح من البزاطم اللي كانوا كيطيحو من السراول، إيه والفرق الوحيد اللي كانوا بيناتنا حنا كنا متشابهين، كان فرق واحد هو هذا رجلي مسربين وهذا رجلي ما مسربينش. أنا هبطت بين رجلي، هاد البطاقة ديال علان، لا ماشي ديالي، هادي ديال عباس، هادي ديال حنا، وهادي ديال البشير. زعما أنا نكون هو البشير؟ لا محرج اجتماعي. خالد يكون هو رجلين مزغبين مولاه، ولا بغيت نعرفو شكون خاصني نشوف وجهو باش يشوف له في رجلي. وأنا نوقف، ولكن كيفاش وقفت؟ بقيت كاع الوجوه متشابه، كاع الوجوه فيها عينين ومنخر وودنين وفم، كاع الوجوه كانوا كيف داك النهار عاد فكرت بلي ما كناش في نفس نيتنا ولا بأرقامنا ولا بشخصياتنا، حنا كنا حرين، إيه حنايا كنا حرين. ناري من المستشفى عاوتاني بان، الله بغيت سروالي، بغيت سروالي، وعطوني سروالي عبد الله، وعطوني سروالي، عطوني سروالي. من المستشفى كيقول لي والله شفت bravo. إذن شكرا لعبد الصمد دريوش. عبد الصمد دريوش فعلا جريتينا معك وعيشينا ميلو دراما حقيقية، تفضل عليك فيليسيت، كان هنيك على العرض الرائع، وطبعا بدأ في مجهود و غادي في المغرب كيدوي بحال هكذا، وتعجبها النوادي ما كانوا تعطلوا، قال
كانوا كيستعبدوا في الموت. شكرا.